سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء بصحبة الزميل بندر السعيدي، حيث تجتمع هيئة الرؤية الشرعية الآن التماسا لرؤية هلال شهر شوال، فإلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا 30. مشاهدين الكرام، من المجلس الأعلى للقضاء أحييكم وأنقل لحضراتكم على الهواء مباشرة اجتماع هيئة الرؤية الشرعية التماسا لرؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين 29 من رمضان 1445 من الهجرة، الموافق 8 من أبريل لسنة 2024 من الميلاد. والآن مشاهدينا وحضورنا الكريم، يتفضل معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة تمييز ورئيس هيئة الرؤية الشرعية المستشار عادل ماجد بروسلي بإلقاء البيان الصادر من الهيئة الرؤية الشرعية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من هيئة الرؤية الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية مساء اليوم الاثنين 29 من شهر رمضان لسنة 1445 هجرية، الموافق 8 من أبريل لسنة 2024 ميلادية، وذلك استقصاء لرؤية هلال شهر شوال. ولم يثبت لدى الهيئة رؤية الهلال وتعذر رؤيته هذه الليلة، وبناء عليه فإن يوم غد الثلاثاء الموافق 9 من أبريل لسنة 2024 ميلادية هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وسيكون الأربعاء الموافق 10 من أبريل لسنة 2024 ميلادية هو أول يوم لشهر شوال وأول يوم من أيام عيد الفطر. وتغتنم هيئة الرؤية الشرعية هذه المناسبة الكريمة لترفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى، وإلى كافة المواطنين والمقيمين، وإلى الأمتين العربية والإسلامية أجود التهاني والتبريكات، سائلين الله عز وجل أن يعيدها على وطننا الحبيب بالخير واليمن والبركات، وعلى أهل الكويت إن شاء الله جميعا بالمزيد من العلو والعزة والشموخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدين الكرام، غدا هو المتمم لشهر رمضان المبارك، عاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. وبهذه المناسبة يتفضل معالي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل سعيد الغريب بإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حيث اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية مساء اليوم الاثنين 29 من شهر رمضان سنة 1445 هجرية، الموافق 8 من شهر أبريل 2024، التماسا لرؤية هلال شهر شوال سنة 1445.
والهجري ولم يثبت شرعا رؤية الهلال في هذه الليلة، وبناء عليه فيكون يوم قد الثلاثاء هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان، ويكون يوم الأربعاء العاشر من شهر إبريل 2024 هو أول أيام شهر شوال لسنة 1445 هجري، وأول أيام عيد الفطر. وبهذه المناسبة المباركة يسرني أن أتقدم لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو رئيس مجلس الوزراء وإلى جميع المواطنين والمقيمين كافة والأمتين العربية والإسلامية بأصدق آيات التهاني وأطيب التمنيات بحلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل أن يتم نعمته على ربع وطننا العزيز في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدين الكرام، تعذر رؤية هلال شهر شوال اليوم الاثنين، وغدا بمشيئة الله الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر السعيد عاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. وعودة إلى الزملاء في استديو الأخبار، فإلى هناك. شكرا بندر. وكنا قد نقلنا إليكم مشاهدين الكرام اجتماع هيئة الرؤية الشرعية التماسا لرؤية هلال شهر شوال، وذلك في مقر المجلس الأعلى للقضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.